سواء في صناعة السينما أو ليا والأهم للمجتمع المصري والعربي. أنا عايزة أقول إن إحنا السنة دي زي ما قال دكتور سمير سيف فعلاً صناعة السينما خسرت ناس غاليين جداً جداً جداً. أنا عايزة أقول إن إحنا السنة دي زي ما قال دكتور سمير سيف فعلاً صناعة السينما خسرت ناس غاليين جداً 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 وأنا بقول إن إحنا كلنا لازم نوقف عليهم دقيقة حداد لأنهم يستحقوا منا من كل الجمهور اللي بيتفرج علينا في التلفزيون المصري النهاردة لو تسمحوا لي. أنا بشكركم جداً وبشكر وزارة الثقافة وبتمنى في المرحلة اللي جاية إن فعلا تبقى في خطوات هامة تحمي السينما وتحمي الفيلم المصري وتحمي وتنجح صناعة السينما المصرية أكتر. بشكر جدا المهرجان القومي للسينما المصرية. بشكر الدكتور سمير سيف. بشكر كل اللي تعاونوا على العرض الرائع اللي أنا شفته النهاردة. وحقيقي بشكر كل الدورات اللي فاتت اللي أنا مش هنسى المهرجان القومي للسينما المصرية كان دايما مشجع للأفلام المهمة وخدت فيه جوائز كتيرة جدا وبحيي دكتور علي أبو شادي اللي قاعد معانا.